حين نتحدث عن الحلويات اليمنية فإن الهريسة تأتي في المرتبة الأولى من حيث الشهرة وإقبال الناس عليها، وللهريسة طريقة مميزة في تحضيرها يتفنن فيها صانعو الحلويات، ويأتي من أشهر صانعي الهريسة والحلويات الحاج علي سعيد الذي يتخذ من محله بمدينة الراهدة مكانا لإعداد الهريسة والتي جلبت له الكثير من الشهرة. البداية كنت واضح أول هناك بين الشطرين، ساعة ودونا لعب ساعة دخلونا الحصيب في الحبس. أنت من الجنوب أنت من اليمن، وهترات ولا بقى ولا كسبت ريال واحد. من لما قعدت الوحدة كسبت 18 دكان وسبع مناظر من لما قعدت الوحدة. بس حلويات علي سعيد تستهوي الكثير من الناس القادمين من عدد من المحافظات، والذين يحرصون على شراء الهريسة مبدين إعجابهم بمذاقها الفريد ونكهتها المميزة وأنواعها المختلفة والتي بلغت 18 نوعا. طعمنا بالشام الحلاوة الصنف، بس الهريسة بشكل خاص مميز، النكهة اليمنية الخالصة مميزة جدا، فحتى المدام بالبيت ما ترجع إلا ومعك الهريسة، فهذه الهريسة الآن من المنبع إلى المدام. شيل الحلويات من عند علي سعيد حسب شهرة المحل وحسب توصيات أهلنا بالمحل، أن الحلويات فإنه يمتلك حلويات طيبة ولذيذة جدا. زبائن من صنعاء من تعز من حديدة من كل البلاد، واللي ودوا الخارج شو لا 10 كيلو 15 كيلو وصي الدول من ليش يعني لا يوصل لأهله ولا ابن عمه ولا أخوانه اللي في السعودية واللي في أمريكا واللي هدايا هدايا. الآن قلت لي في حلويات للمرضى السكر، كيف مرضى السكر ده موجود صلحته وصنعته السنة ده هذنا السنة ده خاص في اليمن وأمريكا وكل البلاد ما صنعته السنة ده صنعته لهم خزين. والله ما أكذب عليك، والله عندك طعم لصحة السكري يعني حق المرضى السكري يعني. حق مرضى السكر هذا. طريقة تحضير الهريسة والحلويات لا تختلف كثيرا عن بقية المحلات، لكنها تنفرد بالنكهة التي لا يعرف سر تركيبها سوى علي سعيد. طريقة الهريس هو المادة الأولى هي السكر طبعا المادة الأولى، والثاني اللوز معك السباق ومعك اسمه زيت السمسم خليط عالي يسموه يعني عصيره معك، بعدين المسمور النكهات والمحسنات هذا يصلحين الحل. ثم العرف الري هذا كيف هذا صنعه من الأشجار حق اليمن النكهات طبيعية ايوه بدون احد يعرف ولا يدري ولا بني يعرفه حتى مو لا بالعناد ولا بصنعاء ولا بأي وبغاء ما يعرف من كل مكان يقوم من تعز من عدان من صنعاء من كل مكان. وكيف شغلكم بالنسبة الشغل ما نوقف الا اخر تلين من روح 12 من الساعة 4:30 الفجر للساعة 12 بالليل شغل الليل معنها. لقد شهدت السنوات الماضية انتشار محلات الحلويات والهريسة بشكل لافت، وهناك العشرات من المحلات التي اتخذت من منطقة العند بمحافظة لحج مجمعا لها، كلها تعمل ولها زبائنها، أخذ العديد منهم اسم علي سعيد لكنهم لم يأخذوا خبرته المميزة، تنوعت الأسماء واختلفت لكنها توحدت في نهايتها باسم القباط كماركة يمنية في عالم الحلوى. بقاء هذه المحلات وشهرتها مرهون بمدى الحفاظ على الجودة كأحد شروط النجاح ومقومات التميز. فيصل الحاج، قناة اليمن الفضائية، لبرنامج استوديو النهار، محافظة تعز.